السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي معكم يا حويضاني وحلقتنا اليوم تاني حلقة لليوم بعد مباراة مصر ونيجيريا. لكل التفاصيل برجع بذكركم هاي بداياتي في يوتيوب، مهم جدا تعملي لايك وتعملي اشتراك وتشير للحلقة. يا مرحبا مجددا، مو بس مصر تحط معنا الجزائر رغم التعادل، والمغرب رغم انتصار مبارح ما قدموا المستويات المطلوبة، وبشكل أو بآخر خذلوا وما أعطوا مبشرات بالخير للشارع الرياضي العربي بهاي البطولة بمنتهى الصراحة. أما مباراة مصر منتخب مصر، شوط أول سيء جدا، شوط أول ما بتحس إنه هاي كرة قدم اللي عم يعملوها منتخب مصر. حارس المرمى ما مسجل مع قلوب الدفاع، وقلوب الدفاع ما مسجل مع خط الوسط، وخط الوسط ما بيعرف إيمت وين محمد صلاح عم يلعب، هو عم يلعب جناح وقلب، ما في حتى نحكي مشاهدين ما عرفنا محمد صلاح شو عم يشتغل. يعني أنا أول مرة محمد صلاح وعظمة محمد صلاح بليفربول، وعندك لاعب افضل لاعب في العالم بهذا الموسم، او ما راح نبالغ خلينا نقول من افضل 3 لاعبين في العالم هذا الموسم، تقتله بهكذا الطريقه. كيروش مجرم، اجرم اليوم بحق لاعبين منتخب مصر، وهو مدرب كبير بس، ولكن اجرم بحق محمد صلاح. ما خليك محمد صلاح يظهر الا بشغلتين ثلاثي على مدار المباراه، ما في شيء ينحكى فيه بمنتهى الصراحه. اما من ناحيه منتخب نيجيريا، هون بتشوف كره القدم، بتشوف التكتيك، بتشوف الاستلام والتسليم، بتشوف التحرك، بتشوف التحرك من دون طاي، بتشوف المهاره الفرديه، شوف جمل تكتيكية. ونيجيريا استحق يتقدم بالشوط الأول، وكان أخطر وكان ممكن ينتهي الشوط الأول بهدفين وثلاثة، ولكن من حسن حظ الفراعنة المصريين انتهى بهدف، لأنه لو انتهى الشوط الأول بالأهداف اللي كان المفروض أنها تدخل بكرة القدم، يعني 2-3-0، كان منتخب مصر باي باي وحيصير مشكلة، وهو ضل باي باي. يعني بالشوط الثاني كلياتنا كنا متأملين يظهر منتخب المصري بشكل أفضل، ولكن تي 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 بالصورة، مثل ما رحتي مثل ما جيتي، ما في شيء يذكر بالشوط الثاني. ممكن يعني ما في شيء يذكر، والله العظيم ما في شيء، عم حاول اتذكر رجع ذاكرتي، ما في شيء. بس شفت تغريده عن تويتر لواحد على تويتر محترم ما بعرفه، قال منتخب نيجيريا بتحسه عم يلعب ب 14-15 لاعب بما معناه، ومنتخب مصر بتحسه بسبع لاعبين. هذا الشيء اللي صار، وكان الله يستر بس ما يسجلوا نيجيريا هدف ثاني، لانه سجلوا هدف ثاني حتشوف الثالث والرابع وحيجوا ورا بعضهم. هاي المباراه اسوء مباراه انا بتابع المنتخب المصري، أسوأ مباراة، أسوأ 90 دقيقة، أسوأ حتى أسوأ لاعبين. محمد نني بطيء جدا، بطيء، بس أنت عم تلعب لعب ارتكاز، لعب محور، لازم تكون سريع بنقل الطابة، بطيء جدا وكأنه عم يتدرج بإحدى شوارع القاهرة. ما عم حمل المسؤولية على لاعبين أبدا، المسؤولية بتحملها قولا واحدا المدرب والجهاز الفني. إذا المدرب قبل البطولة قال لك أنا ماني داخل بطولة داخل أقدم مستوى طيب، طيب تلعب قدم مستوى طيب ولا حتاخذ بطولة بما أنك هيك. يعني وين منتخب مصر اللي نحن بنعرفه كشارع عربي كمواطن؟ وين منتخب مصر؟ ابدا ما هو منتخب مصر. بطولة العربية حكيت كان سيء منتخب مصر، ما كان منتخب مصر اللي بتأمنه، بس كنا نقول محمد صلاح برا وكذا وكذا وكذا، في اعذار تخلق. هلا ما عندك اعذار، ما عندك فريقك كامل، اوكي في عندك اصابه اصابتين، بس حتى ولو فريقك ما له كامل وعندك غيابات ما مبرر انك تلعب بهذا الاداء وانت منتخب مصر. هذا افضل منتخبات القاره الافريقيه اذا لم تكن افضلهم، حيث الألقاب أفضل واحد. فإنك أنت تعمل هيك منتخب المصري، ما أنا ما بعرف كيف فني تحمله كيروش بعد البطولة العربية بصراحة. لازم كيروش، بوجهة نظري لازم كيروش يقال قبل تصفيات كأس العالم، قبل كأس العالم، لأنه ما بتوقع منتخب مصر لو هو إن شاء الله حيقطع يوصل لكأس العالم، بس ما بتوقع منتخب مصر لو وصل كأس العالم حيعمل شيء. ما بعرف، لنشوف شو هالبطولة شو بدها تعمل. هاي مباراة أولى، بدايات كانت سيئة بالمنتخبات العربية، وهي بداية أي بطولة، بس ولكن أنا عم أحكي مقابل ما شفت منتخب مصر في البطولة العربية في قطر وما شفته اليوم. ما في تحسن، هذا هو منتخب مصر. هارد لك للمنتخب المصري، إن شاء الله القادم أفضل. برجع بذكركم لازم تدعموني بهي القناة لأنه هي بداياتي، برجع بذكر هارد لك من الشارع المصري لأنه شارع كروي، للشارع الكروي المصري لأنه شارع كروي يفهم فوتبول ويستحق أن يكون عنده منتخب بصراحة أفضل، وإمكانيات اللاعبين كأفراد بيطلع معهم أفضل من هيك، ولكن هو يعطي المدرب. سلام.